أولمبيك مجرا ورغم تباين مستوى النشاط إلا أنها وفت بكل وعودها. أولمبيك مجران الناشط بقسم ما بين الرابطات نزل بجاية بنية إحداث المفاجأة، فمارس الضغط وغلق كل الطرق أمام المولودية التي أرهقها البحث عن الهدف لتنفس السعداء وإسعاد الأنصار، ولم يتحقق المراد إلا عند الدقيقة 43 حين أعلن حكم اللقاء معسكري ضربة جزاء إثر لمسة يد في العمليات. تمثل في تنفيذ ضربة الجزاء المستقدم الجديد سليم بوخنشوش ممضيا أول أهدافه بألوان مولودية بجاية ومنحا إياها التقدم عند نهاية الشوط الأول، وحملت الدقائق الإضافية الهدف الثاني على حين غفلة للموب وقعه محمد كمال سلطاني، وبهدفين دون رد انتهى اللقاء بتأهل مولودية بجاية على أولمبي مجران.